Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في جرامر الوحدة الرابعة واللي بيكلمني عن Expressing Certainty and Uncertainty، التعبير عن التأكد وعدم التأكد، وده درس مهم جدا ولازم يتفهم كويس عشان تقدر تحل التمارين اللي عليه إن شاء الله. قال لي الأدوات اللي أنا هستخدمها النهاردة إن شاء الله في التعبير عن التأكد وعدم التأكد هي كلمة must و can't و might. تاني must و can't و might. قال لك when I'm sure of something لما أكون متأكد من شيء، قال لي بستخدم must and can't. تاني must and can't، وقال لي must و can't هنا بيجي وراهم الانفينيتيف المصدر، وفي الغالب هنا عندنا هيكون be لان دايما هتلاقي الفعل بتاعي هو verb to be، اما لو ما كانش الفعل verb to be فانا بجيب المصدر من هذا الفعل. طيب يا ترى في كلمات هشوفها هعرف ان انا متأكد؟ قال لي ايوه في كلمات شكل I'm sure. يعني ايه I'm sure؟ انا متأكد. او I'm certain. I'm certain برضو معناها انا متأكد. أو surely يعني بالتأكيد. أو certainly يعني إيه certainly؟ قال لي برضو بالتأكيد. أو عندنا كلمة definitely. يعني إيه كلمة definitely؟ قال لي definitely معناها برضو بالتأكيد. أو I have no doubt. I have no doubt يعني أنا ما عنديش أي شك. تاني I have no doubt يعني ما عنديش أي شك، أو إن أنا أقول it's impossible. كلمة impossible معناها مستحيل. قال لي كل الكلمات دي أو كل العبارات دي بتفيد إن أنا متأكد من الشيء. تاني بتفيد إن أنا متأكد من الشيء. طيب يا مستر إمتى هستعمل must في التأكد وإمتى هستعمل can't؟ قال لي هستعمل must إذا كنت متأكد من الإثبات. تاني بستعمل must إذا كنت متأكد من الإثبات، وبستعمل can't إذا كنت متأكد من النفي. بمعنى إذا كان اللي جاي ورا العبارات دي جملة مثبتة فأنا بستخدم must، اما اذا كان اللي جاي ورا العبارات دي جمل منفيه ما عدا طبعا كلمه impossible يبقى هستخدم can't. For example على سبيل المثال when I say I'm sure يعني انا متاكد he is at home يعني انا متاكد ان هو في البيت. طيب وقول لي استنتج لي بكلمه must. قال لي اكيد هنا الاستنتاج هكون بكلمه must لان انا متاكد من اثبات. تاني انا متاكد من اثبات. قال لي لما اجي استعمل كلمة must يبقى اذا لازم اشيل I'm sure لان العبارة دي هي اللي بتساوي must، وابدأ بالفعل بتاعي اللي هو he. طب وهجيب must، قال لي المصدر من is هو be، فعشان كده بقول he must be. So he must be at home. He must be at home يعني هو اكيد في البيت. تاني he must be at home يعني هو اكيد في البيت. طيب مثال تاني when I say he is definitely happy يعني he is definitely happy يعني هو بالتأكيد سعيد. تاني هو بالتأكيد سعيد. طبعا هنا طالما انا بجيب جملة مثبتة متأكد من جملة مثبتة الاستنتاج بتاعي هيكون بكلمة must، فطبعا لما اجي استنتج يبقى لازم اشيل كلمة definitely اللي هي اصلا جاية عشان استعمل must مكانها، فبالتالي هقول he must. طيب he must ايه؟ قال لي he must be. طيب he must be هقول he must be happy. he must be happy. he must be happy يعني هو اكيد سعيد. تاني he must be happy يعني هو اكيد سعيد. يبقى اذا كنت متأكد من الاثبات دايما بستخدم must زائد المصدر او must be. طيب قال لي اذا كنت متأكد من النفي، قال لي اذا كنت متأكد من النفي فانا بستعمل can't مش must. for example على سبيل المثال when I say I'm sure يعني I'm sure انا متأكد he isn't at sorry isn't at work يعني انا متاكد ان هو مش في العمل. طيب هنا انا متاكد من النفي مش متاكد من الاثبات، قال لي عشان كده بستعمل كلمه can't. طيب فلما اجي استعمل كلمه can't هشيل I'm sure وابدا بالفعل اللي هو he، وهنا هجيب can't والمصدر بتاعي من is هو be، عشان كده هقول he can't be at work. تاني he can't be at work. another example when I say it's impossible، وقلنا يا حبايبي كلمة impossible يعني مستحيل. It's impossible that he is happy يعني مستحيل انه يكون سعيد. خلي بالك ان impossible هنا كلمة منفية مستحيل، يعني انا كده متأكد من النفي مش متأكد من الإثبات، فلما هستعمل كلمة can't
فبالتالي هقول هشيل طبعا اتس امبوسيبل ذات وابدا من اول هي، بس طبعا هنا لان امبوسيبل كلمه ما فيها فانا هقول هي كانت، واقول هي كانت بي هابي. تاني هي كانت بي هابي يعني مش ممكن يكون سعيد، تاني مش ممكن يكون سعيد. يبقى اذا كنت متاكد من الاثبات بستخدم ماست، اذا كنت متاكد من النفي بستخدم كانت واجيب وراها المصدر. طيب ساعات يا مستر بيجيب لي العكس، يعني ايه يجيب لي العكس؟ يعني يجيب لي جمله فيها ماست بي اور كانت بي ويقول لي استعمل لي ام شور. يعني لما يجي يقول لي هي ماست بي كليفر، هو اكيد ذكي، واللي استعمل لي شور. يعني ايه شور؟ بالتاكيد. قال لي عادي جدا بستخدم ام شور. يعني ايه ام شور؟ ها انا متاكد. هي هشيل ماست وارجع ده فيرب تو بي تاني اللي هو ام او از او ار، فعشان كده هقول ام شور هي از كليفر. اجين ام شور هي از كليفر. اجين ام شور هي از كليفر. طيب او ممكن يجيب لي تاكد من نفي يعني بكانت بي ويقول لي برضه استعمل ام شور. يعني لو قال لي العكس، قال لي هي كانت بي ساد، مش ممكن يكون حزين، ويقول لك استعمل لي شور. يعني ايه شور؟ بالتاكيد. فاذا هقول ام شور. يعني ايه ام شور؟ انا متاكد، واجيب الفاعل بتاعي اللي هو هي واشيل طبعا كلمه كانت. هنا فيرب تو بي هيجي منفي، بقول ام شور هي ازنت ساد. ام شور هي ازنت ساد، لان كانت بي معناها انا متاكد من النفي، فبالتالي هقول ام شور هي ازنت ساد، يعني انا متاكد ان هو مش حزين. طيب يا ترى هل ممكن احول كانت بي لماست بي او العكس؟ يعني ممكن احول ماست بي لكانت بي؟ قال لي ايوه عادي جدا، ممكن يجيب لي جمله بكانت بي يقول استعمل ماست بي، او ماست بي يقول استعمل كانت بي. يعني لو انا قلت لك هي ماست بي هابي، يعني هي ماست بي هابي يعني هو اكيد سعيد، وجيت قلت لك استعمل لي كانت عشان ادي نفس المعنى واستخدم كلمه كانت، قال لي يبقى لازم اعكس هابي لساد، فبالتالي هقول هي can't be sad. هي can't be sad يعني هو اكيد مش حزين. يبقى هي نفس المعنى، هو اكيد سعيد يعني هو اكيد مش حزين. اذا انا ممكن احول must can't او can't must. يعني لو جاب لي العكس وقال لي هي can't be sad يبقى اكيد هي must be happy. هي must be happy. طيب امتى بقى مستر هستعمل might زائد المصدر؟ تاني امتى هستعمل مايت زائد المصدر؟ قال لي هستعمل مايت زائد المصدر لما اكون مش متاكد. طب ايه اللي هيعرفني ان انا مش متاكد؟ قال لي هيقول لي عبارات شكل ايه؟ I'm not sure. خلي بالك بقى I'm not sure مش I'm sure not. I'm not sure يعني انا مش متاكد، او ان هو يقول لي I'm uncertain. يعني I'm uncertain يعني انا برضو مش متاكد، او ان هو يقول لي I have no idea، او يقول لي it's probable. يعني it's probable يعني من المحتمل، او يقول لي probably. يعني ايه probably؟ احتمال. خلاص، او يقول لي possibly، او يقول لي I don't think. يعني I don't think انا لا اعتقد، او ان هو يقول لي I don't know. يعني I don't know انا لا اعرف. قال لي لو شفت اي عبارة من دول ده دليل على عدم التأكد، فبالتالي بختار might زائد المصدر. وطبعا عندنا كلمة مهمة وهي كلمة perhaps. يعني ايه perhaps؟ ربما. تاني perhaps معناها ربما. طيب تعال نشوف بقى امثلة على الكلام ده. لما يجي يقول لي perhaps he is a lawyer، يعني ربما يكون محامي. طب ويقول لي استعمل لي might. استعمل لي مين؟ might. طب هو لازم يقول لي استعمل لي might؟ قال لي ايوه، لان دي مين؟ perhaps. فلما اجي احول هشيل طبعا كلمه perhaps واقول he might be a lawyer. again he might be a lawyer. another example، مثال تاني، لما يجي يقول لي I don't think، يعني أنا لا أعتقد منى is at home. يعني لا أعتقد إن منى في البيت. طبعا هنا هيقول استعمل لي might. يبقى إذا هشيل I don't think وأبدأ من أول الفاعل بتاعي اللي هو منى، وأجيب طبعا كلمة مين؟ ها might، والمصدر بتاعي من is هو be. يبقى منى might be at home. تاني منى might be at home يعني منى ربما تكون في البيت. تاني منى might be at home. طيب يا مستر يعني هو لازم تكون might be او must be؟ قال لك لا طبعا، احنا قلنا might زائد المصدر. يعني مثال لما يجيب لي جمل او احتمالات في المستقبل، فيجي يقول لي perhaps يعني ربما he will come to
the party. ربما ان هو يجي فين يا حبايبي؟ الحفلة. طيب هنا يقول لي استعمل لي might، يعني ايه might؟ ربما. قال لي هشيل perhaps وابدأ من اول he. طيب might هتيجي مكان مين؟ قال لي هتيجي مكان will، لان هو ده المودال فيرب بتاعي اللي موجود، فلازم اقول he might، لازم will تتشال، يبقى he might. طيب he might ايه؟ اقول might be. قال لك لا طبعا انا عندي المصدر بتاعي هنا هو come، فبالتالي هقول he might come to the party. تاني he might come to the party يعني هو ربما يجي الحفلة. he might come to the party، ربما يجي الحفلة. يبقى إذا مش شرط هنا إن يكون might be، أنا بقول might be أو must be أو can't be، لأن الفعل بتاعي اللي موجود أصلا بيكون verb to be اللي هو am أو is أو are. هل هو ممكن يجيب لي العكس؟ قال لي أيوه ممكن يجيب لي العكس، يعني يجيب لي جملة فيها might واللي استعمل I'm not sure، يعني أنا مش متأكد، أو أي عبارة بتفيد عدم التأكد. يعني لما يجي يقول لي she might be at work، يعني هي ربما تكون في العمل. ويجي يقول لي استعمل لي probable. probable دي يعني من المحتمل. قال لي probable لازم أكون عارف إن أنا بتيجي مع it is، فأقول it's probable يعني it's probable من المحتمل. تاني it's probable that يعني من المحتمل أن. هجيب طبعا كلمة she اللي هو الفاعل بتاعي. طيب هقول might، قال لي لا طبعا هرجع verb to be لا ما هو إذا or، يبقى هقول it's probable that she is at work. تاني it's probable that she is at work يعني من المحتمل إن هي تكون في العمل. طيب لو ما كانش might be، لو كان might زائد فعل، قال لي هنا هرجع might ل will مش هرجع verb to be. for example على سبيل المثال لو انا قلت احمد تليفون، يعني احمد ربما يتصل، وجيت قلت لك استعمل لي probably، يعني ايه probably؟ من المحتمل. طيب قال لي probably غير probably، لما استعمل probably ببدا بقيت is probably. طب probably؟ قال لي لا probably بتيجي قبل الفعل، يعني في وسط الجمله قبل الفعل، يعني هبدا بالفعل بتاعي عادي اللي هو مين يا حبايبي؟ احمد. تاني هبدا بالفعل بتاعي اللي هو احمد، وبعدين مكان مايت هنا هجيب مين؟ ويل. طب ليه ما جبتش ام ويز وار؟ قال لي لان ما فيش هنا فيرب تو بي، يعني ماليش مايت بي. طيب يبقى اذا هجيب ويل، وقبل الفعل بتاعي اللي هو الاساسي هجيب probably، يبقى اقول احمد ويل probably يعني من المحتمل تليفون ان هو يتصل. تاني احمد ويل probably تليفون. طبعا في الاختياري لازم اخلي بالي من معنى الجملة، لان معنى الجملة هو اللي بيعرفني انا متأكد ولا مش متأكد. يعني for example لما يجي يقول لي he not poor، وكلمة poor يعني فقير، ويجي يقول لي he has a modern car يعني هو بيمتلك عربية فخمة، عربية حديثة، ويجي يقول لي في الاختيارات يا ترى must be ولا can't be ولا might be؟ اقول له اه تعالى هنا، ده بقول بور يعني ايه بور؟ فقير، وبعدين بقول له عنده عربيه حديثه جدا، يبقى انا كده متاكد ان هو مش فقير، يعني انا متاكد من نفي هذه الصفه، فبالتالي لازم اقول كانت بي. تاني لازم اقول كانت بي. طيب لو جاب لي نفس الجمله وكانت دي ريتش غني، هقول له اه عنده عربيه حديثه، يبقى انا متاكد من الاثبات، يعني انا متاكد ان هو غني، فهنا لازم اقول هي ها ماست بي ريتش. تاني هي ماست بي ريتش يعني هو اكيد غني. تاني he must be rich يعني هو اكيد غني. انما لما يجيب لي جملة شكل دي ويقول لي he not at home، وروح جاي حاطط لي في الستوب ويقول لي I am not sure، يعني I'm not sure انا لست متأكد، طبعا برضو يجيب لي must be ولا can't be ولا might be ربما. طبعا طالما قال لي فصل بفلسطوب وقال I'm not sure انا مش متأكد، هنا لازم اختار might be واقول he might be at home يعني هو ربما يكون في البيت. يبقى اذا كنت متأكد من الاثبات بجيب must be، اذا كنت متأكد من النفي بجيب can't be، واذا كنت مش متأكد اجيب طبعا كلمة might be. تعالوا مع بعض بقى نشوف التدريبات اللي موجودة في كتاب جيم page 119 صفحة 119. number 1 بيقول لي I go to the party I'm not sure. طبعا هنا طالما قال لي I'm not sure يعني انا مش متأكد، يبقى لازم اقول might. so I might go. احنا قلنا هنا يا حبايبي مش بالضرورة ان يكون might be، عادي جدا يكون might زائد المصدر، الاستنتاج بيكون might زائد المصدر، بس لما يكون الفعل بتاعي verb to be am is are فانا بقول might be.
The next بيقول she has a lot of work to do. يعني هي عندها شغل كتير. She is free. طبعا طالما واحدة عندها شغل كتير يبقى أكيد مش هتبقى فاضية. أكيد مش هتبقى فاضية. فبالتالي هقول she can't be free. She can't be free. اللي بعدها بيقول put on your coat. بيقول لي البس البلطو بتاعك. It is rain today. تاني بيقول البس البلطو بتاعك لأن الدنيا ممكن تمطر النهاردة. فبالتالي لازم أقول might. So it might rain today. The next مثلا محمد has a BMW. طبعا BMW نوع من أنواع العربيات الغالية جدا. فبقول مثلا محمد has a BMW car and a villa. وعنده كمان فيلا. He is very rich. أكيد طبعا غني. فبالتالي هقول must be rich. يبقى هنا انا متاكد من انه غني. يعني انا متاكد من اثبات الصفه دي. The next بيقول لي I'm sure it's a British coin. يعني انا متاكد ان هي عمله بريطانيه. It may be Egyptian. طبعا طالما متاكد ان هي عمله بريطانيه يبقى مش ممكن تكون مصريه. او انا متاكد ان هي مش مصريه. يعني انا متاكد من نفي الصفه دي. فبالتالي هقول it can't be Egyptian. It can't be Egyptian. The next بيقول لي he may be poor. He has a modern car. بيقول لي هو ايه فقير؟ ده عنده عربية حديثة. طبعا طالما عنده عربية حديثة فبالتالي مش ممكن يكون فقير. انا متأكد من نفي الصفة اللي هي poor فقير. فبالتالي لازم اقول he can't be poor. مش ممكن يكون فقير لان عنده عربية حديثة. اللي بعدها بيقول لي his house is near here because he comes to work on foot. طبعا بيجي المدرسة سرع الاقدام يبقى اكيد بيت قريب من هنا. فبالتالي هقول must be near. must be near. The next بيقول لي I spend the weekend. I spend the weekend in the country. I haven't decided it. طالما انا لسه ما قررتش يبقى اكيد احتمال. فبالتالي هقول I might. I might. اللي بعدها بيقول لي take a bottle of water with you. بيقول لي خد ازازة مية معاك. It may be very hot today. It may be very hot today. طبعا ده انا بقول لي خد ازازة مية معاك هقول له ربما ان الدنيا تكون حر النهاردة. فهيبقى it might. The next نبيل is too ill. بقول لي ان نبيل عيان جدا. يبقى he may be at work. اكيد he can't be at work. يعني متأكد ان هو مش في العمل. انا متأكد من نفي الكلام ده. فبالتالي لازم اقول can't be. وانا قلت لكم يا جماعة can't be اوعى تفكر ان معناها مش متأكد. لا هي انا متأكد بس متأكد النفي. متأكد من العكس. مستر سعيد A B at school. I'm uncertain. طالما قال لي I'm uncertain يعني انا غير متأكد. فبالتالي لازم اقول might. The next number 12 بيقول لي he has an expensive car. يعني هو عنده عربية غالية. هي a lot of money. طبعا هو اكيد عنده فلوس كتير. طبعا هنا يا جماعة قلنا مش شرط انها تكون must be. يبقى هنا must have a lot of money. يعني هو اكيد معاه فلوس كتير. هو اكيد معاه فلوس كتير. تعال بقى نشوف الراي ده. بيقول لي I'm not sure. يعني انا مش متأكد. خلي بالك if Nada will visit us next week. فين الجملة اللي انا مش متأكد منها اللي هي Nada will visit us next week. يبقى كل الموضوع ان انا هشيل I'm not sure if وابدأ من اول Nada. يبقى هقول Nada. وبعدين قال لي بدل will بجيب might. فهقول Nada might. طب اقول مايت بي يا مستر؟ قال لي لا طبعا هنا في فعل هو اللي هو فيزيت فهجيبه بعد مايت. فهيبقى مايت فيزيت اس نيكست ويك. يعني ربما تزورنا الاسبوع القادم. ذا نيكست بيقول لي عادل از ان فرانس. ام سيرتن. طبعا قال لي انا متاكد. طبعا هشيل ام سيرتن وماست هتيجي بعد عادل فهقول عادل ماست. طب هنا الفعل بتاعي مين؟ از. المصدر منه بي. So Adil must be in France. Adil must be in France. يعني Adil أكيد في فرنسا. The next, he has red hair. ده عنده شعر أحمر. I'm sure he is an Egyptian. أنا متأكد إن هو مش مصري. طيب يبقى إذن هنا أنا متأكد من النفي فعشان كده اللي استعمل كانت. فإذا هقول he has red hair. يعني هو عنده شعر أحمر. طبعا هشيل I'm sure وابدأ به وبدل isn't هجيب can't والمصدر من is هو be. So he can't be Egyptian. He can't be Egyptian يعني هو مش ممكن يكون مصري. تاني he can't be Egyptian مش ممكن يكون مصري. تعال نشوف number 4 بيقول لي I'm sure that she isn't good at English. أنا متأكد هي مش كويسة في الإنجليزي. يبقى إذا أنا متأكد من النفي اللي استعمل can't. هشيل I'm sure that وابدأ من أول شيء وأقول شيء.
طيب can't she can't والمصدر من verb to be هو be she can't be good at English تاني she can't be good at English the next it's possible من الممكن that عبد الله is in the company now طبعا قلنا possible بتساوي كلمة might طبعا عشان استعمل might هتشيل it's possible that وابدأ من أول عبد الله فهقول عبد الله might be in the company يعني عبد الله ربما يكون في الشركة now الآن تاني عبد الله might be in the company now اللي بعدها بيقول لي سمير isn't at home he has gone out بيقول لي سمير مش في البيت طب ايه اللي خلاك متأكد كده ان هو خرج هو بيقول لي استنتج بكلمة can't يبقى كل الموضوع ان انا هقول سمير can't be at whom السبب he has gone out يا جماعة has gone يعني لسه خارج فبالتالي ده اللي خلاني متأكد ان هو مش في البيت the next بقول له I know that it's my pain انا عارف ان ده ألمي it's the only one that's red اللي خلاني متأكد قوي كده ان هو الوحيد اللي لونه أحمر طيب طبعا هشيل I know that وابدأ من أول it طب الاستنتاج هيبقى بمست يبقى it must الفعل بتاعي هنا is فبالتالي المصدر منه be so it must be my pen it must be my pen ليه يا سيدي هقول it's the only one that's red وكمل عادي خالص اللي بعدها بقول لي سلمى and مروة look very similar سلمى ومروة شكلهم متشابه خالص I'm sure they are sisters أنا متأكد إن هم إخوات طبعا الاستنتاج فين اللي هم they are sisters فبالتالي هبدأ عادي خالص سلمى and مروة look very similar وشيل I'm sure وأقول they must be sisters يعني هم أكيد إخوات they must be sisters يعني هم أكيد إخوات the next أحمد lives in an old house يعني أحمد عايش في منزل قديم I'm sure he isn't rich أنا متأكد إن هو مش غني خلي بالك هنا أنا متأكد من النفي إيه السر يعني إن هو قال لي إن دي مميزة عن الباقي المفروض لما أكون متأكد من نفي الصفة فيقول استعمل كانت لا هنا اللي استعمل مين ماست فلما قال استعمل ماست يبقى أكيد حاكس الصفة دي عشان يدينا نفس المعنى فحول عادي خالص أحمد lives in an old house طيب هشيل I'm sure يعني أنا متأكد طيب المفروض يا مستر هو يقول لي he can't be rich هقول لك فعلا طب هو اللي استعمل ماست خلاص اعكس rich poor يبقى كده أنت اديت الإجابة الصحيحة يبقى هقول he must be poor he must be poor طب لو قال لي كانت يا مستر كنت قلت له he can't be rich يعني هو مش ممكن يكون غني والاثنين نفس المعنى he can't be rich هي he must be poor تعال نشوف التدريبات دي بقى في كتاب المعاصر number one بيقول لي in this photo في الصورة دي everyone is wearing warm clothes الناس كلها لابسة ملابس شتوية it is very cold there طبعا طالما لابسين ملابس شتوي يبقى أكيد أنا متأكد هنا من الإثبات يبقى must be اللي بعدها بيقول لي take a bottle of water with you خد إزازة ماء معاك it is be very hot يبقى it might be very hot ربما يكون الجو حار the next he poor he has a modern car عنده عربية حديثة طالما عنده عربية حديثة يبقى أنا متأكد هنا من نفي الصفة دي فهقول he can't be poor the next the tourists a be happy they are smiling ده بيبتسموا طبعا طالما بيبتسموا يبقى أنا متأكد إن هم سعداء يبقى أنا متأكد من الإثبات يبقى must be happy number five بيقول لي this a be أحمد أحمد has gone to America بقول لأحمد خلص راح أمريكا يبقى اللي أنت شايفه ده أكيد مش أحمد يبقى أنا هنا متأكد من نفي فهقول this can't be أحمد can't be أحمد تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي you be علي he isn't tall like you طبعا هو مش طويل شكلك كده يبقى انا متاكد ان انت مش علي so you can't be علي again you can't be علي اللي بعدها هل ايه arrive late I'm not sure طالما قال لي انا مش متاكد يبقى اكيد might
might arrive late يعني ربما تصل متأخرا. اللي بعدها بقول لي منا ايه at whom I can see lights in her house. بقول انا شايف اضواء في بيتها يبقى هي اكيد في البيت يبقى لازم اقول must be must be. The next علي ايه in his office he has gone on holiday for 2 weeks. ده لسه رايح لاجازة من لمدة اسبوعين. طالما لسه رايح اجازة معناه ان هو لسه بادئ الاجازة وهيقعد اسبوعين يبقى علي ايه in his office اكيد مش في المكتب بتاعه يبقى can't be اكيد هتبقى can't be. The next بقول لي take your umbrella with you بقول لي خد الشمسية بتاعتك معاك. It is rain today طبعا هنا احتمال انها تمطر النهاردة فتبقى it might rain today. اللي بعدها بقول لي STEM school students must be hard working يبقى طلاب الـ STEM schools أكيد مجتهدين. هو بقول استعمل can't be وأنا قلت يا جماعة عشان استعمل can't be مكان must be يبقى لازم أعكس الصفة دي عشان تدينا نفس المعنى. يبقى إذا هقول STEM school students بس بدل must be هقول can't be يعني مش ممكن يكونوا. أكيد عكس hard working هي كلمة lazy فيبقى STEM school students مالهم ها can't be lazy مش ممكن يكونوا كسلانين. طب اللي بعدها بقول منى might be an archaeologist ربما تكون عالمة اثار وبقول استعمل I'm not sure. I'm not sure يعني انا مش متأكد يبقى اذا هقول I'm not sure ودي الكلمة اللي بتساوي might. I'm not sure that انا مش متأكد ان هجيب منى واشيل طبعا مايت اللي انا جبت مكانها I'm not sure وارجع ده verb to be. طب منى تاخد ايه؟ قال لي منى تاخد is. So منى is an archaeologist يعني انا مش متأكد ان منى عالمة اثر. The next بقول لي I know that it's my pen it's the only one that's red دي حل انا شكلها في كتاب جيم يبقى اذا هقول يبقى اذا هشيل I know that وابدأ بإيت وأقول must المصدر من verb to be هو be يبقى it must be my pen اللي هي سيدي شكل ما قلنا هقول it's the only one that's red ونكمل بنفس الطريقة. The next I'm sure Fatin is ill بقول لي أنا متأكد إن فاتن تعبانة بقول لي استعمل must فإذا لما أجي استعمل must هشيل I'm sure وأبدأ بالسبجكت بتاعي هو فاتن يبقى فاتن must be ill فاتن must be ill. The next it's probable that ياسر will travel by train يعني من المحتمل ان ياسر يسافر بالقطار. طبعا هنا هشيل it's probable that وابدأ بالسبجكت بتاعي اللي هو ياسر واقول ياسر might. طيب يا مستر اقول might be احنا قلنا يا جماعة بقى اوعى تربط نفسك ب might be طالما جايب لي فعل ورا كلمة will. هنا might هتيجي مكان will مش هقدر اجيب بيه عشان مفيش هنا am ولا is ولا are امال هجيب المصدر بتاعه هو travel فعشان كده هقول ياسر might travel by train تاني ياسر might travel by train يعني ربما يسافر بالقطار. طيب تعال نشوف اللي بعدها بقول حاتم is definitely busy يعني حاتم بالتأكيد مشغول. هنا بقول لي استعمل بي يعني استنتج فاذا هقول حاتم. طيب هستنتج بايه؟ هنا الفكره بقى هو بيقول لك استنتج باني واحده من الثلاثه. طبعا هنا بالتاكيد وهنا جمله مثبته فاكيد هستخدم must فاذا هقول حاتم must. طيب المصدر هو verb to be يبقى be he must be او حاتم must be busy يعني حاتم اكيد مشغول حاتم اكيد مشغول. I'm sure that my father isn't in the street as he traveled abroad يعني أنا متأكد أن بابا مش في الشارع لأنه سافر. طبعا هنا متأكد من نافي فالاستنتاج بكنت فإذا هشيل I'm sure that وأبدأ بmy father يبقى إذا هقول my father ماله يا سيدي يبقى إذا هقول كنت be in the street وكم العادة خالص as he traveled abroad. And the next I'm not sure that ياسر is at school طبعا انا مش متأكد ان ياسر في المدرسة. طبعا هنا I'm not sure بتساوي might فحشيل I'm not sure وابدأ على طول بالفعل اللي هو يوسف sorry يوسف واقول يوسف might be at school يوسف might be at school. And the next I'm certain حسن is 5 years old يعني أنا متأكد إن حسن عنده 5 سنين بقول استعمل must يبقى هشيل I'm certain وأبدأ طبعا بالفعل بتاعي اللي هو
حسن، وهقول حسن must be 5 years old. يعني حسن أكيد عنده 5 سنين. أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوا درس النهاردة اللي بنتكلم فيه عن التعبير عن certainty التأكد and uncertainty وعدم التأكد بمست وكانت وكمان كلمة might. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا فعل الجرس بسرعة واشترك معنا في القناة عشان يوصلك كل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.